السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيلم انزلوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدأ فيلمنا. براجل اللي حلم انه اتضرب بالنار وبيقوم من النوم مفزوع، بينزل من البيت على ورشة الميكانيكا بتاعته وبيسأل الرجال على فير. مبدئيا فير ده بيكون اخوه الصغير. بيروح راج يقعد مع اصحابه وبيسرح، واصحابه بيقولوا له عدى 15 سنة على الحادثة وانت لسه مش قادر تنسى. راج واصحابه وهم قاعدين سمعوا صوت خناقه وجروا عليها، ولقوا واحد حرامي ماسكينه عشان سرق تليفون. بيصعب الحرامي على فير وبياخد محفظه شيكتي صاحبه وبيدي فلوس للحرامي. ارك توزع من مال امك. فير بيجرب العربيه اللي كان مصلحها وبيلاقي بنته واقفه على الطريق وبتشاورله عشان الموتوسيكل بتاعها عطلان. مبدئيا دي اشتا عايزه تفتح مطعم في المدينه دي، والمكتب لسه قدامه 10 دقايق ويقفل. صاحبه بيكون مش راضي يقف للبنت وبيقول له لو وقفت لها هقول لاخوك. بيسمع الكلام ويمشي وشوية وبيزحلق صاحبه وبيرجع لها تاني عشان يوصلها. بيلاقي في الطريق زحمة، بتحط ايديها على ايده وبتقول له اعمل ايه الوقتي. بيقول لها ما تقلقيش طول ما انا في ظهرك، وبيوصلها وبتشكره وبتلف وراها وبتبص له وشكل البت وقعت. بيتصل بيه اخوه، انت فين والعربية فين؟ فير بيبص للعربية وبيلاقيها اتخبطت. يا نهار اسوح ومنيل. بيروح لاخوه راج بالعربية وبيقول له انا ما كنتش اقصد، وبنشوف من طريقة اخوه انه مش عايز يكون مستهتر قوي كده. بتدخل قشطة على فير وهو بيصلح العربية وبتفكر ان هو شغال في ورشة الميكانيكا دي، لكن هو بيقول لها ان هو صاحب الورشة. بيقول لها اخويا عاقبني بسبب اللي حصل في العربية، ولما شاف انه صعب عليها ابتدى يقول لها على اخوه كلام مش حقيقي، حتى شوفي ضربني على وشي قدام اصحابي كلهم. لكن فير بيكون مش اخد باله انه راج واقف سامع كل كلامه. قليل الاصل قل باصله بكاني. بعدها فير بينام وبيصلح العربية، والعربية بتتسرق وبيصحى راج على احلى دش في الدنيا. بيروح فير يودي المكنة القشطة في بيتها، وبيفضل فير يستنى اصحابه. قشطة بتقول له تعالى نشرب حاجة مع بعض على ما اصحابك يجوا وتمشي معاهم. ساعتها بتقول له انها كانت بتفكر فيه وان ازاي اخويا يعمل فيه كل ده. بيقول لها فير انا اخويا اكتر واحد بيحبني. ولما بتسأله طب انت ليه عملتي كده؟ بيقول لها انه كان نفسه يتكلم معاه ويفتح معاه موضوع في اي حاجة وخلاص، عشان شافها متعاطفة معاه. ولما اصحابه جم عشان ياخدوه عزموها على الحفله معاهم. في الاول كانت قشطة معترضه، وبعد كده راحت معاهم الحفله. قشطة بتلاقي في ناس ماسكين راجل كبير وبيضربوه، ولما بتقول لهم سيبوه عشان ما تصلش بالشرطه بياخدوا منها التليفون ويكسروه. فير بيشوفهم وبتبتدي خناقه كبيره وبيضربهم كلهم، وبيجي واحد يقول له اللي انت عملته ده غلط كبير ورجاله الملك مش هيسيبوك. بيروح فير، لكن وهو مروح بيمسكوا ناس وبينزلوا فيه ضرب، ويشوفهم راج لكن ما بيلحقهمش. بيسألوا راج وهو في المستشفى مين دول وليه عملوا فيك كده. بيقول له معرفش مين دول علشان ما يحصلش مشاكل. بيكون راج جايب لفير التليفون اللي كان نفسه فيه. بعدها بتيجي قشطة وبيقول لها تعبت نفسك وجيتي ليه؟ انا كنت جايلك عشان جايب لك التليفون ده هدية مكان اللي اتكسر. ايه الناس دي؟ بعدها اصحاب راج بيقولوا له احنا عرفنا ان رجالة الملك هي اللي عملت كده. بيروح راج واصحابه المخزن بتاع الملك وبيضربوا رجالة الملك كلهم، وبيولع في المخدرات بتاعتهم، وبيقول لهم قولوا للملك ان اللي عمل كده واحد اسمه كالي. الملك بيروح المخزن وبيغضب بعد ما شاف البضاعة كلها اتحرقت. بيشك في اخو فير وبيروح لورشة الميكانيكا بتاعته. وفير لما بيشوفهم بيغضب وبيبقى عايز يروح يضربهم. راج بيوقفه وبيمثل على الملك ان هو بيخاف ومش بيحب العنف وبيخاف من السلاح، وبيصدق الملك من غبائه. وبعدها راج بيرجع ل 15 سنه ورا في بلد اسمها بلغاريا، وكان وقتها اسمه كالي. بنشوف ساعتها راج وهو بيطرد من عصابه وبيضربوا عليه نار، وفي الطريق بيخبط واحده بالعربيه وبيكون اسمها ميرا، وبينزل يطمن عليها وبيسيبها ويمشي عشان العصابه بتكون قربت عليه. ده مالك زعيم العصابه اللي كانت بتجري ورا راج، وبنفهم من كلامه ان مالك وابو كالي كانوا صحاب جدا وكانوا بيشتغلوا مع بعض قبل ما يكونوا اعداء. وفي يوم راج وهو بيتمشى عادي بيلاقي ميرا البنت اللي خبطها، وبيروح يعتذر لها. وبعدها بيمشوا مع بعض وبتساله مين الناس اللي كانوا بيجروا وراك وعشان ايه. بيقول لها ان دول رجاله العصابه المنافسه ليهم، وان ابن راندير باتشي زعيم عصابه كبير قوي وبتخاف منه، ولكنهم بيبقوا بعد كده بيبقوا صحاب وبياخد رقمها. بعدها كالي بيروح لابوه، وبيروحوا مع بعض الفير في المدرسه، وبيكون فير وقتها في مدرسه داخليه عشان يبعدوا عن المشاكل وجو العصابات وكده. بيمشي كالي مع ابوه، وبنعرف انه مش ابوه الحقيقي وانه متبني. وبيقول له اوعى تقول لفير انك مش اخوه الحقيقي، وانه لازم ياخد باله منه لانه في اي لحظه ممكن يموت، وان ده يفضل سر بينهم مدى الحياه. بعدها كالي بيقابل ميرا وبيعزمها على العشاء، وبيطلب منها انها ما تديلوش اكتر من 5 دقايق بس. وبتروح ميرا وبيكون مجهز لها كل حاجه، وبياخدها كذا جوله في ال5 دقايق دول، وبيعبر لها عن حبه. وميرا بتقول له ان عيد ميلادها بكره، وانه لازم يكون موجود جنبها،
لكن كالي بيقول لها انه عنده شغل مهم جدا وصعب انه يعرف يحضر عيد ميلادها، لكن ميرا بتزعل وهو بيقول لها خلاص انا هخلص شغل واجيلك على طول، وميرا بتقول له اكيد هشوفك بكره. بيروح كالي شغله وهو راجع بيطلع عليه عصابه مالك وبيفضلوا يطاردوه لحد ما العربيه اللي هو فيها بتتقلب، وبيبصوا من العربيه وبنلاقي ان ميرا هي اللي نازله من العربيه، وبتكون هي بنت زعيم العصابه مالك، وبنفهم انه كان من اول مره شافها كان كله مترتب، وبتقول له انا مش هقتلك عشان عيد ميلاد النهارده وهعتبر ان الدهب ده هديه عيد ميلادي. وبيروح كالي الرندير وبيقول له انا مش هسيب اللي عمل فيك كده، لكن كالي بيقول له انا هتصرف. بعدها كالي بيطارد ميرا وبتكون ميرا هتقع من على الجبل، لكن كالي مش بيسيبها وبيقول لها ان هو حبها جدا لكن ما عادش عايز يشوف وشها تاني ابدا مهما حصل لانه هيقتلها. بعدها ميرا بتكتشف انها غلطت وانها حبت كالي وبتقعد تفكر فيه وفي اللي عملته، وبتقرر انها لازم تروح له البيت علشان تفهمه غلطها، ولما بتقابله بتعرفه انها ظلمته وانها فعلا حبته وانها غلطت لما عملت كده، لكن كالي مش بيصدقها وبيخرجها من البيت، لكن بتقول له انا مش همشي الا لما تصدقني. وبتفضل ميرا قاعده قدام البيت لفتره طويله جدا لحد ما الدنيا بتمطر عليه، وبيخرج لها كالي وبيقول لها انا ايه خليني اصدقك دلوقتي؟ بتقول له انت صدقتني لما كنت بكذب عليك ومثلت عليك الحب، ودلوقتي وانا بحبك مش هتصدقني؟ بيقول لها وانا ايه خليني اثق فيكي تاني بعد ما خنتيني؟ ما خلاص بقى يا عم ميبقاش قلبك اسود. وبيعترفوا لبعض لحبهم وبيبقى الموضوع عدى وخلاص. وبعدها بيتفقوا انهم لازم يعرفوا اهلهم على اللي بينهم، لكن المشكله في والدها وانه مش هيرضى ان هم يكونوا مع بعض، لكن هي بتقول له ان ابوها بيحبها جدا وانه هيعمل اللي هي عايزاه مهما حصل. وقتها كالي بيقول لها افرضي انا كنت بخدعك ومدبر خطه، قالت له وقتها هقتلك. وفعلا كل واحد فيهم بيقنع ابوه، كالي بياخد ابوه وبيروحوا المالك، لكن كالي بيكون حاسس ان في حاجه مش مظبوطه وان في غدر، وبيسال على ميرا، لكن ابوه بيقول له انا عارف ان بنتي بتحبك قوي وعشان كده صعبان عليا انها تشوفك انت وابوك بتتقتلوا. بعدها بيحصل ضرب نار وبنكتشف ان ابو ميرا غدر بيهم وبيكون نصب لهم فخ، وفي وسط الخناقه واحد من رجاله مالك بيتصل بميرا وبيقول لها ان كالي وابوه غدروا بيهم، وبيخلص كالي على كل رجاله مالك، وبيلاقي ابوه وابو ميرا واقفين قدام بعض بالسلاح وبيضربوا بعض بالنار، ولكن كالي مش بيلحقهم وبيجري كالي على ابوه وبياخد المسدس من ايده. وفي الوقت ده ميرا بتكون وصلت وبتشوف كالي هو ماسك السلاح باتجاه ابوها، وبتفكر ان كالي هو اللي موت ابوها، وبتطلع السلاح وبتضرب كالي رصاصه في صدره. وقتي بينقلوا كالي للعمليات فورا وبيلحقوا، واول ما كالي بيفوق بيطلب من شكتي وانور ان يشوف ميرا عشان يحكي لها الحقيقه، لكن بيكون فات الاوان وميرا خدت اختها وسافرت، وكالي بياخد اخوه وبيبعدهم، وبيبتدي كل طرف منهم انهم يبتدوا حياه جديده وكل واحد فيهم بيشوف طريقه. وبنرجع مره تانية للوقت الحاضر، وبتكون الرصاصه لسه معلمه في صدر الراجل، وللمره الثانيه فير بينام وهو بيصلح العربيه ويصحى على دش ميه من راجل، وبتكون المره دي الكشافات اللي اتسرقت، وفير بيكون حاسس بالذنب وبيقول لراج انه هيتحمل المسؤولية. وبعدها فير بيسأل صاحبه على حد بيكون بيبيع الحاجات دي، وفعلا بيروح فير على المكان لكن بيكتشف ان سيده صاحبه هو اللي بيسرق، وبيبتدي فير يسمعه وهو بيحكي ازاي بيسرق، وبيكون عن طريق انه بيحط له منوم في قلب القهوة، وفير بياخد سيده وبيروقه ترويقه عال. وبعدها فير بيروح يعترف بحبه لقشتا وهي كمان بتعترف له بحبه، 2 ليمون هنا لو سمحت. وبعدها فير بيروح عشان يحكي لراج لكن بيتلبخ على عينه وبيتلجلج في الكلام، وبتيجي قشتا وهي اللي بتقول لراج، وبيقرر راج انه يروح لاهلها ويكون الموضوع رسمي نظمي. وفعلا راج بيروح لاخت قشتا وبيتفاجئ انها ميرا، وبتقول له بعد ما عرفت ان فير اخوك استحاله الجوازه دي تتم، وبتهدده وبتقول له لو فكرت تيجي جنب اختي هقتلك بدون تردد. بيكون راج محتار ومش عارف هيقول ايه لفير، وبيقول لاصحابه الزمن بيعيد نفسه من تاني، وبيروح قشتا وفير كل واحد منهم لاخواته علشان يسالهم انتوا ليه مش موافقين على العلاقه بتاعتنا، لكن كل واحد فيهم بيتهرب من التاني ومش بيرضي يقول لهم على الحقيقه. بيقرر فير انه يروح يسال انور وشكتي، لكن شكتي بيضحك على عقلهم وبيقول لهم انهم كانوا زمان بيحبوا بعض وهي مش موافقه علشان كان شغال عامل نظافه. بعدها فير وقشتا بيقرروا انهم يقربوهم من بعض من تاني، وان علاقتهم ما انتهتش بدليل ان اختها لسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش حد تاني غيره وانها ما نسيتش حبها ليه. فير وقشتا بيتفقوا انهم يدبروا مقابله ليهم من غير ما حد فيهم يعرف، وفعلا فير بيعطل لها العربيه بتاعتها عشان تقف في طريق كل يوم راش بيعدي منه، وفعلا راش بيكون معدي وبتشاور له ميرا ومش بتكون عارفه ان هو راج،
وبيقف ويصلح لها العربيه، واللي بنشوفه منهم انهم بيحبوا بعض لكن محدش فيهم اتكلم مع التاني خالص. بنشوف كالي وهو واقف بعيد وبيراقب ميرا، وبنشوف ان في مشكله بينها وبين رجاله الملك عشان عايزينها تشتري منهم مخدرات، وهي بتطردهم ومش بترضى. لكن في الوقت ده كالي بيحضر وهو مغطي وشه وبيبتدي الاكشن يا شروق، وبيخلص عليهم وبيحاول يتكلم معاه لكن هي مش بتديله الفرصه وبيسيبها ويمشي للمره التانيه. فير وإشتا بيدبروا مقابلة ليهم تاني، لكن بيكون الملك بيراقبها عشان يسألها عن شخصية كالي لو كانت تعرفه، لكن بتقوله انها ما تعرفوش وانها كانت اول مرة تشوفه. وبتروح ميرا البيت وبتلاقي ان اختها لسه بتتكلم مع فير، وبتقول لها انا منعتك انك تتكلمي مع فير. بتقول لها إشتا انت مشكلتك مع العيلة دي مش انا، ده انت حتى مش راضية تقولي لي ايه السبب اللي يخليني ما احبش فير. بتقول لها انت من يوم ما ابوكي مات وانا عمري ما رفضت لك طلب، وانا لما حبيت اطلب منك طلب بترفضي. بتقول لها انا هوافق على كل كلامك بس يكون في علمك انا مش هتجوز اي حد تاني. بتزعل ميرا وبتروح وراها الاوضه وبتقول لها خلاص انا هوافق بس خلي فير يجي يقابلني ويكون لوحده. وفير فعلا بيروح لها وبيشكرها علشان هوافقت. بتقول له انا لسه ما وافقتش انا عندي شرط. بيقول لها انا موافق على اي حاجه اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. وبتقول له عشان تتجوز إشتا اختي لازم تنسى ان ليك اخ اسمه راج ولازم تبعد عنه وتيجي تعيش معانا بعد الجواز. لكن فير بيقول لها انا ما عنديش حاجه في حياتي اهم من اخويا، وبيرفض طلبها. لكن ميرا بتقول له ان راج مش اخوه الحقيقي وان ابوك متبني، حتى لو مش مصدقني روح اسال اخوك. وفير فعلا بيتصدم وبيروح لراج وبيساله عن الحقيقه، وراج مش بينكر وبيقول له على الحقيقه وبيقول له يمكن انت مش اخويا الحقيقي لكن انا لو كان عندي اخ ما كنتش حبيته قدك وانت عندي اغلى حاجه في الدنيا. وفير بيقول له انه بيحبه قوي وان ساب إشتا عشانه وان اهم حاجه عنده في الدنيا ان راج يكون جنبه. بيسال راج فير وبيقول له انت رفضت على طول ولا خدت وقت على ما تقول لها لا؟ قال له انا ما عنديش حاجه اهم منك في الحياه، رفضت على طول طبعا لان انا بحبك جدا. بيقول له طب انت واقف بعيد لي تعالى هنا في حضني. وبيقرر راج انه يروح يتكلم مع ميرا عشان يحكي لها الحقيقه، وبياخد راج ميرا من ايديها وبيقول لها انت لازم تسمعيني المره دي. وبيعرفها انه ما قتلش ابوها وان هما كانوا ضحيه لعبه اتلعبت عليهم هما الاثنين. وبيقول لها لو مش مصدقاني خد المسدس اهو اقتليني وانا قريب منك وهموت على طول. وبتبعت ميرا لواحد من رجاله ابوها وبتساله عن الحقيقه وبياكد لها ان كل الكلام اللي راج قاله حقيقه. ووقتها بتحس ميرا بالندم وبتقرر انها تاخد إشتا وبتروح لراج البيت. وفعلا بتروح ميرا وإشتا البيت لراج وبيعتذر لهم على اللي حصل وبتقول لهم انها موافقه على الجواز. وبتعتذر لراج وبتطلب منه انه يسامحها لانها كانت ضحيه كذبه هي مالها الذنب فيها. راج بيقول لها محدش فينا ليه ذنب في اللي حصل، لازم ننسى اللي فات ونبتدي من جديد. وبيفتكروا ذكرياتهم سوا وسيدو بيتجوز حبيبه عمره، وبيروحوا كلهم عشان يحضروا الفرح بتاعه. وبترقص راج مع ميرا وبيعرض عليها الجواز، وبيكون الملك شاف العربيه بتاعته وبيعرفها حتى ولونها متغير، وبيعرف ان اللي خد شنطه المخدرات هو فير. وبيروح رجاله الملك يسحبوا فير ويضربوه، وميرا بتصرخ وبتنده لكالي عشان يلحقها، والمره دي بيظهر كالي من غير قناع وبيبتدي الاكشن يا شروق. وكالي بيخلص على رجاله الملك كلهم وبيمسك الملك المسدس وبيكون هيضرب كالي، لكن ميرا بتلحقها وبتشيل كالي وبتاخد مكانه هو الرصاصه وبينقذوا ميرا. وكالي في المستشفى بيفهم فير وإشتا ان هو كان السبب في كل المشاكل اللي كانت بينهم زمان وانه سابها عشان الفلوس. ميرا بتقول له انت ليه تشيل الذنب لوحدك؟ قال لها ملوش لازمه انهم يعرفوا الحقيقه وان اللي عدى عدى وخلاص وان لازم ننسى الماضي ونبتدي من جديد. وتوتا توتا خلصت الحدوته، وقابلكم في قصه تانيه ان شاء الله.